السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. ازاي؟ بصوا دلوقتي الساعة دلوقتي 9، بس في الديجيتال مكتوب 11. الساعة 9 اهي 9:05، بس في الديجيتال مكتوب 11. ازاي تحل المشكلة دي؟ اولا عشان تحل المشكلة دي تدوس على كلمة ادجست، بس دوسة طويلة جدا. يعني بص، هتسمع صوت دلوقتي، اول ما سمعتش صوت في الموبايل، في الساعه، خليك دايس، هتدوس دوسه طويله حوالي 6 ثواني. اهو تدوس على كلمه ادجاست دي، اهي دوس دوسه طويله اهو، اول واحده، استنى شويه، بعد كده سمعت صوت تاني، وبعد كده تروح دايس كلمه مود. مود اهي، مود اهي، هتروح دايس على مود اهي. بص ايه اللي هيحصل. المفروض الاصفار دي اللي هي مصفره تبقى على الساعه 12 بالظبط. فانت عشان تظبط الموضوع ده تروح دايس ايه، تدوس اي زرار ده مثلا اهو، تروح دايس عليه دوسه طويله، دو ستارت ده اهو اهو، لحد ما تبقى الساعه 12 اهي بالظبط اهي، وتروح راجع شويه كده لورا، بحيث اهو اهو بالظبط كده، ولا كده بالظبط كده اهو، ظبطتها. ده بيقدم، ده بيرجع، وبعد كده تروح دايس على كلمة adjust. احنا قلنا كانت الساعة 9، بس مكتوبة في الديجيتال الساعة 11 بالظبط. الساعة دلوقتي بقت 11 ودقيقتين. فانا دلوقتي مثلا عايز اظبطها مثلا على وقت معين، مثلا او وقت تاني، زي مثلا الساعة دلوقتي 11 ودقيقتين فعلا. طب تعالى نظبطها مثلا على اي وقت تاني، تروح دايس كده وتقعد تتنقل ما بين المود اهو اهو، ونيجي عند الساعة 11 ونقعد نظبطها، او لحد مثلا ما تيجي الساعة وليكن 7، 6 و3 دقايق اهي، ونروح دايسين ادجست اهو. احنا قايلين الساعة 6 و3 دقايق، بالظبط بس كده. واديك كده حليت المشكلة. شكرا جدا ليكم، وما تنساش بالله عليك تعمل لايك وتشترك معايا في القناة، لان فعلا فعلا محتاج دعمكم. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ما تنساش تعمل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.